فوائد البيضة المغربية كثيرة، إلا جينا نهضروا عليها هذه خصنا البرنامج يمكن 24 ساعة. هي فوائد البيضة المغربية وهي المكونات ديالها اللي سبحانك يا جليل، بيضة في واحد الحرارة معينة، واحد النسبة للرطوبة كتعطي حياة الكسكوت. هذا كيعطيك ما معنى البيضة المغربية، بأنها واحد الشيء اللي متوازن ومتكامل والحمد لله. وهي البيضة المغربية كي يأكلها الصغير وكي يأكلها الكبير وكي يأكلها جميع هذا، وكي يأكلها النساء اللي كيبغيو ينقصوا من الوزن ديالهم. اللي بغى يزيد الوزن اهلا وسهلا، واللي بغى يدير ريجيم مرحبا به ياكل البيضة المغربية. بارطاجيو معنا لي غوسيت جداد اللي كتبارطاجيو دابا مع الزوار اللي كيجيو المعرض الدولي للفلاح. هو احنا اليوم كنبارطاجيو الجديد ديال شنو يمكن لك كيفاش تطيب البيض، وهو هذا السبب الحضور ديالنا هنا في المعرض. وهذا الشيء كله اللي دائما كنديروا الجديد على الصفحه ديال البيضه المغربيه، لاي مواطن يمكن له يدخل الصفحه ديال البيضه المغربيه يشوف كيفاش يمكن له يطيب البيض بطريقه جديده. وهذه السنه شنو هو الجديد؟ وهو السوسيس اباز تاع البيض اللي جديد عمرو ما كان. ودابا كيمكننا نصوبوا السوسيس عاوتو منصوبوه بمواد وحده اخرى، كنصوبوه ببيض فيتامينات من اصل حيواني وبثمن مناسب وبجوده عاليه. سوسيس بالبيض. سوسيس بالبيض. ودابا شهيتينا سي الزعيم، دابا ما نكملش معك الحوار، تمشي ناكل انا ندوخ هذا الشيء. اخويا مرحبا، داك الشيء علاش حنا اليوم هنا حاضرين، باش كنعطيو للمواطن المغربي السوسيس بالبيض. مرحبا بك ومرحبا بالزوار ديال المعرض الدوره 13 في الستوند ديال البيضه المغربيه.